شاب طرف آخر. أكد السفير الإسرائيلي لدى روسيا جاري كورين استعداد تل أبيب للإقدام على عملية عسكرية في سوريا ضد حزب الله اللبناني إذا شعرت بخطر حقيقي يهددها هناك، مشيرا إلى أن النظام الإيراني كان مهتما على الدوام بدعم سوريا وحزب الله واستغلالهما لتهديد إسرائيل وردعها. في سياق متصل اختتمت في جنيف الجولة الخامسة من محادثات السلام السورية التي ترعاها الأمم المتحدة دون أن يطرأ تغيير واضح في موقف أطراف النزاع السوري. دكتور مدحت، كيف قرأت محادثات جنيف الأخيرة وهناك تهديد من إسرائيل بأن هناك تدخل واضح في سوريا؟ كيف قرأت هذا التهديد؟ هو يعني للأسف محادثات جنيف 5 لم تأتي بجديد، ما زالت هناك يعني أزمة كبيرة في تناول الموضوعات الرئيسة أهمها الدستور والحكم والانتخابات والإرهاب أيضا. هذه الأمور ما زالت عالقة، الأطراف المختلفة تختلف بشكل كبير جدا عفوا وجوهري فيما يتعلق بهذه الملفات، فحسم هذه الملفات أمر ضروري جدا. وهذا هو كما نعرف أن هذه المفاوضات هي المفاوضات السياسية، هناك مسار آخر للمفاوضات للوضع على الأرض مرتبطة بمفاوضات أستانا للوضع العسكري على الأرض. فالمفاوضات السياسية هي التي إذا ما سارت على نحو جيد وسريع سيتم حسم الخلاف على مختلف المسارات ومنها المسار المرتبط بتهديدات إسرائيل. يعني إسرائيل يعني تعلن أنها أو تتوجس من تحركات معينة. إسرائيل الحقيقة لم تواجه حزب الله بكفاءة حينما كانت يعني في صراع مباشر معه في جنوب لبنان وخرجت خاسرة، فلا أعتقد أنها تتورط مرة أخرى في هذه المعركة، خاصة مع الدعم الإيراني الواضح والكبير لحزب الله، وخاصة مع غياب إسرائيل تماما عن الأرض في سوريا. معروف الآن من الذين يسيطرون على الأرض في سوريا، ودخول إسرائيل ليس في مصلحة أي من الأطراف، حتى الأطراف الداعمة لإسرائيل لا أعتقد أنها سترحب بإسرائيل كطرف لاعب أو فاعل في هذا الصراع، خاصة مع تأزمه في المسارين السياسي والأمن. ومن سوريا إلى تونس، فقد قال الرئيس التونسي باجي قائد السبسي إن إيران هي الأمل الوحيد الباقي في النضال ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن طهران يجب أن تلعب دورا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط رغم كل محاولات عزلها. وأكد السبسي أن إيران دولة كبيرة ذات تراث ثقافي غني، لذلك تحاول إسرائيل ومؤيدوها عزلها. دكتور مدحت، خبر غريب وتصريح أغرب. يمكن إحنا نعرف أن تونس هي قائمة على الإخوان وسنية بحتة، إيران شيعية بحتة، نستطيع القول بأن استراتيجية إيران في المنطقة العربية تغيرت، بدل من التمويل أصبحت استمالة دول بحق ذاتها؟ يمكن قراءة هذا التصريح بمنظورين. المنظور الأول أو العدسة الأولى تنظر بمزيد من الشك في تصريحات السبسي. السبسي يعني متهم حاليا بانه صار نهضويا اكثر من النهضويه على يعني حد وصف كثير من الكتاب التونسيين في الفتره الاخيره، انه تحالف مع النهضه بشكل اصبح فيه نوع من انواع التفاهم التام معهم حتى يتمكن من حكم البلاد، وبالتالي يبقى مفهوم ساعتها انه يشير الى ايران او يغازل ايران، لان معروف العلاقات